الله نشارك معكم هذا النهار هذا اللي خرجنا مع العائلة. جينا باش نخرجوا الوليدات بصراحة قنطوا بزاف راكم عارفين. وهذا الجو اللي كاين هذه الأيام هذه يعني قليل فين كتجي هذه الشميشة وهذا الحرارة كيكون هكا الجو زويون. قررنا باش نخرجوا مجموعين مع العائلة ديال الأخ ديالي وليداته وجينا البارك ندوزوا النهار. جبتكم معايا تنتوما باش تدوزوا النهار ان شاء الله. نوريكم هذا البارك هذا هو غزال. نعرفوا شنو كاينين مزيان حيت انا اول مره كنجي له. الا كنتو كتذكروا واحد الفيديو كنت حطيته ديال الماركت اللي كنت جيت وتقديت منه قلت لكم اول مره كنجي ليه وكان فيه واحد البارك قلت لكم شي نهار ان شاء الله نجي. هو هذا اول مره كنجي وجيت جبت الوليدات مع الاخ ديالي وليداته. المهم
غادي نقلب الكاميرا باش تشوفوا شنو كاين. تساراو معايا. المهم دايرين هذا بحال شكل بحيره هنايا زويونه، الناس هنا كيتمشاو. المهم منظر عاوتاني من هنا، كل هاد الناحيه هاد الجهه كلها غابات، يعني واحد المنطقه عامره بالطبيعه وبالشجر، الشجر بزاف، يعني واحد المسافه اللي الطريق اللي ضربنا تقريبا ربع ساعه وحنا كندورو باش وصلنا لهاد البارك، ودزنا على الشجر بزاف، يعني بحال الغابه كيقولوا لهم هنا فورست، داكشي كيكون شجر كتير طبيعه، والناس اللي كيبغيو يديروا لا مارش كيديروا، يعني كيتمشاو بزاف، دايرين لهم طرفان، دايرين لهم، يعني المهم زوينه الدنيا. غادي نمشيو ندورو نمشيو للجهه الاخرى ياك، نحاولو ندوزو من هنا. منظر و النشاط الناس نشطة مع نشاطها. كيفاش كيبان غزال، الا كنتو كتذكرو هنايا فين كان السوق، المهم هاد الجهة كان السوق اللي كنجيت له. هادي الخرجة كاينين دخلنا هاديك الباب ديال Thank you.
يعني اصعب حاجه دابا يا طواليطات ما بقاش وقتهم، ما عرفتش علاش سادينهم، لان خص يكون حتى منظر زوين هنا في الدخله. كي نقيها كيلعبونا عندهم بحال ماشي الجولف، دايرين ليها فين كيلعبوا التنس حالين، وراه ما داخل كيلعبوا، وهنايا كيلعبوا الكروكي. غزاله الدنيا نقيه. المهم صافي دابا غادي نمشي.